فهذا من جانب. من جانب أنا أحب أبارك حق الفنانة والشاعرة البحرينية في الشرقاوي. طبعا البارح كان عرسها في مملكة البحرين، طبعا أنا كان يسعدني أن أنا أحضر عرسها، والله يتمم عليك. بس طبعا صعبة بالنسبة لي، يعني أنت قاعد تتزوجين خميس أنا بالنسبة لي هذا يعني شغل حق اليمعة. بس أكيد فرحانين حق في الشرقاوي، نتمنى لها إن شاء الله السعادة والتوفيق في حياتها الاجتماعية. هذا يعني ياريت الأستاذ نايف ينزل الصور من أي، طبعا هاي كلها هاي كانت صور من عرس في الشرقاوي. طبعا كردشان المنامة فاطمة عبد الرحيم كانت حاضرة، يعني الله يتمم عليهم. إن شاء الله الفال لفاطمة عبد الرحيم إن شاء الله تتزوج ونفتك منها وتصير صخرة وانقلعت من طريق المسلمين يعني الصراحة. بس أنا اللي يتزوجها قاعدة في البيت، لا يبلينا ويخليها تمثل بعد. بس شخصية لطيفة فاطمة عبد الرحيم، بس يمكن أنا عشان أحبها أحب أتحركش فيها، الله يحفظها. عسى إن شاء الله أيامنا كلها أفراح.